بقى مع حضراتكم دلوقتي ونتابع كده اجواء بقى الفرحه بالكاس واخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي ومراسلتنا هنا ابو القاسم راسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم ومبروك، اتفضلي. صباح الثلاثية والنصر عليك يا نهواند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني أنت يا نهواند قلتي إن وشنا حلو على النادي الأهلي، وفعلا وشنا طلع حلو على النادي الأهلي. كل الأهلوية صاحيين النهاردة عندهم حالة من السعادة طبعا بعد حصول الفريق على بطولة كاس مصر امبارح للمرة 37 في تاريخه. الحقيقة إن كل اللاعبين والجهاز الفني بيكتبوا أسمائهم في بحروف من الذهب في تاريخ النادي الأهلي طبعا بعد تحقيق ثلاثية هذا الموسم. الأهلي بطل الدوري المصري، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وكمان الأهلي بطل كاس مصر. أحب أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. أحب كمان أبارك لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة، لكن طبعا كعادة الجماهير بنخلص بطولة نبص على طول على البطولة اللي بعدها. بنتمنى طبعا تحقيق الرباعية والخماسية والفوز في مباراة السوبر الأفريقي وكمان السوبر المصري. الحقيقة نحن تسرعنا بالحكم على سنة 2020، فهي سنة الانتصارات والأرقام القياسية والسعادة للنادي الأهلي. خلونا بقى نبدأ دلوقتي بأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالأخبار الاجتماعية. استضاف فرع الشيخ زايد المكتبة المتنقلة، وطبعا اليوم كان من تنظيم اللجنة الثقافية برئاسة دكتور خالد جلال. الحقيقة أن اليوم كان عليه إقبال شديد من أعضاء النادي الأهلي، وكانت كل الفيدباك أو ردود أفعال الأعضاء إيجابية جدا. حابة أنوه لكل الأعضاء أن اليوم ده هيتم تكراره في فرع مدينة نصر يوم 11-12 وفي مقر النادي الأهلي بالجزيرة يوم 18-12، فياريت كل الأعضاء تشارك لأنه هيكون يوم مهم ومفيد جدا. هننتقل بقى دلوقتي لآخر أخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. منح الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وبعدها هيتم استئناف التدريبات. كمان خلاص تم التحديد انه هيتم مواجهة بطل النايجر نادي سوني داب في دوري ابطال افريقيا الدور طبعا ال 32. مباراة الذهاب هتكون يوم 22 او 23 في ديسمبر الجاري وهتكون في النايجر. اما بقى مباراة الاياب فهتكون يوم 5 او 6 يناير في مصر. طبعا بنتمنى لفريقنا التوفيق ونبدأ بقى من دلوقتي نقول له العشرة يا اهلي. اما بقى عن شباب النادي الاهلي مواليد 99، فهم افتتحوا بطوله دوري الجمهوريه بالفوز على نادي غزل المحله 3-1. يمكن فريق غزل المحله كان متقدم في البدايه بعد ما قدر يحرز هدف في الدقيقه 14، لكن شباب الاهلي قدروا يعملوا ريمونتادا كده او كامباك ويحرزوا هدف التعادل ثم الهدف الثاني والهدف الثالث. احرز الاهداف فهد جمعه، ابراهيم السيد، واحمد الشامي عشان يحققوا الفوز على نادي غزل المحلة، وبكده يبقوا حققوا أول 3 نقاط في بطولة دوري الجمهورية. أما بقى فريق براعم الأهلي مواليد 2006 فقدروا أيضا إن هم يفوزوا على نادي الإنتاج الحربي بهدفين دون رد. أحرز الأهداف عمر معوض ويوسف السيد، ودي طبعا ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى عفوا ببطولة دوري الجمهورية. وبكده يكون الأهلي حقق في البداية كده بداية المجموعة طبعا بفارق النقاط على تاني المجموعة وهو نادي الإسماعيلي. ننتقل بقى دلوقتي للألعاب الأخرى تحديدا كرة الطايرة. الحقيقة أن رجال الطايرة هيواصلوا النهاردة تدريباتهم بدون راحة بعد العودة من اسكندرية. طبعا هم كانوا غادروا لإسكندرية لخوض مباريات ودية أمام نادي سموحة وكمان نادي الاتحاد، والحقيقة أن دي مش أول مباريات ياخدها الفريق، فكان قدر يفوز برضو على نادي الداخلية وسموحة والاتحاد. كل ده طبعا استعدادا للموسم الجديد اللي إن شاء الله هيبدأ في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم. بتمنى طبعا للفريق التوفيق. وكمان حابة أقول أن كابتن محمد مصلحي كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المباريات الودية دي مهمة جدا ومفيدة للفريق، فهي بتزيد من حساسية المباريات عند اللاعبين. وكمان صرح أن الجهاز الفني هدفه الأول هو الانسجام بين كل عناصر الفريق للحصول على البطولات. طبعا بتمنى لهم التوفيق أن هم يقدروا يحصلوا على جميع البطولات المحلية والإقليمية. دي آخر أخبار الفرق الرياضية وكمان أخبار النادي الأهلي الاجتماعية. العودة ليكم مرة تانية في الاستوديو.